هاي المشاركة اللي في سباق روان كانت مشاركة جيدة، والعام حصلنا على الأول في البطولة هذه، وإن شاء الله نتوقع أن السنة نكون بعد حافظين نحصل على المركز الأول. التجارب الحرة أمس كانت وايد ممتازة، يعني سرعات عالية عندنا كانت. إن شاء الله نخلص السباق الرئيسي يكون بدون أي أعطال إن شاء الله، وبتي النتائج إن شاء الله الأعلى إن شاء الله. الحمد لله أمس جربنا وكانت التجارب زينة، بس خذنا قياساتنا في الزورة وشفنا الكورس وطلعنا، واليوم الحمد لله بدينا السباق، لأن الحين احنا مصدرين في المركز الأول، وإن شاء الله بنحاول نكون في المركز الأول أو التوب 3 يعني كل الفريقين إن شاء الله. المنافسة قوية، وهني مش معناته ان انت تطلع قوتك في الزورة او تخترب او شيء، هني هذا السباق اسمه سباق تحمل، انت تتحمل وما تعطي اللي عندك كله عشان ما تخرب الزورة، فانت وراك مشوار يعني 24 ساعة، تحاول تدخل ال 24 ساعة تعطي عمرك يعني نص قوتك تقريبا، يعني ما تعطي كل البرشر عشان ما تخسر البطولة، فانت تدخل شوي 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 وتشوف شو مركزك، وبعدين تقدر انت تعطي فيها الاوقات اللي تقدر فيها. والحمد لله لين الحين احنا مصدرين، ونتمنى ان شاء الله نتم متواصلين على هذا التصدر. فوتو دي بيلوت لا با سيل فو بلا توس انسام. السنة الثانية على التوالي نشارك في 24 hours للزوارق الفورمولا 2 في فرنسا روين. أمس جرينا تجارب على الزورق، الحمد لله أداء الزورق جيد، ورتبنا الزورق على السيتاب أنه يكون في كل الأجواء جاهز، وإن شاء الله الزورق جاهز إن شاء الله حق المركز الأول. اليوم بدأ السباق في انطلاق أليكس كاريلا في الزورق، الحمد لله كان متصدر البطولة، وبعد اللف العاشر تقريبا جاني عطل بسيط في سنسر الثروتل، الحمد لله تم تغييره وتكملة السباق، حاليا ترتيبنا الثالث، إن شاء الله في الساعات الجاية إن شاء الله بيكون الزورق إن شاء الله متقدم، بيكون في المقدمة إن شاء الله. المشاركة هاي تختلف تماماً على المشاركات العادية، هذا يعتبر سباق أندورنس، قدرة تحمل أول شيء الشخص، وثاني شيء يعتمد على الأشياء الميكانيكية أنها تكون كل شيء في السيف سايد. اتخاذ هذا القرار أن نشارك في هذه السباقات لزيادة تدريب المتسابقين عندنا في الفريق، السباق يعلمك كيف تحتك مع متسابقين الفورمولا 1 والفورمولا 2 من متسابقين عالميين،
وتهيئ عندنا كالمتسابقين اللي توهم متأهلين يداد عندنا أن هذا السباق يأهلهم ويكتسبون خبرة أكبر من السباقات العادية. سباق 24 hours يعادل موسمين كاملات من السباقات العادية، يعني اللي ينجز في هذا السباق ويخلص سباق 24 hours كأنه مسابق موسمين متتاليين من السباقات العادية. هذا الشيء اللي شجعنا أن نجيب المتسابقين الإداد ندخلهم في هذه البطولة. قدر الله ما شاء فعل، يعني كنا ننتظر الدور، كنا متصدرين في غارب 36، غارب وايد زين وكفاءة عندنا عالية، وزميلنا راشد يعني في كان وصل مرحلة ان انعدمت الرؤية عنده، فضيع الفوكس وصار عنده بلو اوفر زين وكسر الطرادة، فراح الحظ عندنا يعني نزلنا انسحبنا شبه انسحبنا خلاص من البطولة، ما في مجال ان نشارك. عندنا طراد 35 ان شاء الله متقدم الحين، هو حاليا في المركز الرابع، الفرق بينه وبين المتسابقين الثانيين يعني من ناحية التايم انت تشوفه وايد زين، في تقدم سريع، وتعرف الفرص تلعب دور، سرعة تعبئة البترول عندك يعني عوامل وايدة تساعدك في هاي، ونحن الحمد لله عندنا السرعة وعندنا الكفاءة العالية في من ناحية الميكانيكيين، من ناحية تشيك البترول، من ناحية ترتيب الغارب، دخول وخروج الغارب، المتسابق نفسه من الغارب وايد سريع، تقريبا نحن كملنا أسرع الفرق، لأن نحن عندنا تمارين خاصة للموضوع هذا، بس أن دخولك وخروجك للغارب، فما عندنا أي مشكلة إن شاء الله نلحق، وإن شاء الله زورة 35 نحصل بطولة. Wow.